يا هلا وسهلا بجميع المشاركين في مسابقة صيدليات الدواء لليوم الوطني. احلم واحنا نحقق. تخيل انك تنام وانت ما معك BMW وتشارك في مسابقات صيدليات الدواء وتقوم عندك BMW. لسه عندك فرصة انك تشارك في السحب الثالث اليوم بإذن الله. عندنا السحب الثاني على سيارة من نوع BMW مع ممثل الغرفة التجارية في المنطقة الشرقية الأستاذ عبد الله الصلحي. تفضل معنا عشان نسحب على الفائز الثاني. يا هلا وسهلا. كيف امورك؟ طيب؟ طول في عمرك. بسم الله. اليوم عندنا السحب الثاني على ثاني سيارة. بسم الله. مين يا ترى اللي بيعيد في اليوم الوطني BMW؟ طول وترني انا. الفائز معانا راح يكون حنان فرج. ألف مبروك يا حنان فرج. ألف مبروك. عساها يا رب فال خير. تفضل قول لها كلمة. إن شاء الله نبارك لها إن شاء الله. والآن راح نتصل على الأخت حنان ونبارك لها على الهواء مباشرة. يلا. ألو، السلام عليكم. الأخت حنان فرج. أيوة. أنت شاركتي في مسابقة؟ مسابقة في صيدليات الدواء. أيوة. ألف مبروك. الله يعطيك خيرها ويكفيك شرها. معك محمد البشيري جنبي ممثل الغرفة التجارية عبد الله الصلحي راح يبارك لك. وألف مبروك عليك، الحين صار عندك BM رسميا. تفضلي. لا صادق. والله إني صادق يا بنت الحلال. لحظة، خلني استوعب دقيقة. استوعبي. أنا محمد البشيري مقدم ال 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 مساء الخير أخت حنان. ألو. كيف الحال؟ معك عبد الله الصلحي من غرفة الشرقية يا حنان. يا هلا والله. ألف مبروك، نحب نبارك لك، أنت فزتي معنا اليوم بالسيارة الثانية من صيدلية. ألف مبروك. ألف مبروك. ألف مبروك. أنت حنان من أي منطقة؟ أنا من الجنوب تحديدا دسك العنابة. ألف ألف مبروك. ألف مبروك. الله يبارك فيك. شكرا لك وألف مبروك. فيها الصيحة. فيك الصيحة أنت. ألف ألف مبروك عليك. ألف مبروك. الله يبارك فيك. يا هلا وسهلا. فالك توفيق. الله يعطيك خير ويكفيك شرها إن شاء الله. شكرا. شكرا لكم. فالها التوفيق يا رب. الله يبارك لها. ألف 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 مبروك للفائزة حنان فرج. ردة فعلها كانت جدا جميلة. الله يرزقكم جميعا هذه الفرحة يا رب. لسه عندكم فرصة أنكم تكسبون هذه الفرحة مع صيدليات الدواء. احلم وإحنا نحقق.